أحد ينكر أن نعمة المياه من أجل النعم لكونها مرتبطة بحياة الكائنات الحية، وبدونها تستحيل الحياة. ونظراً لمحدودية مواردنا المائية المتمثلة في 55 مليار متر مكعب سنوياً وتناقص نصيب الفرد من الماء في ظل زيادة سكانية تتجاوز المليون فرد سنوياً، ونظراً لوجود مشاكل حقيقية ناجمة عن شبه الفقر المائي وعدم وفائه بأغراض الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الأخرى، وأيضاً لا تلبي مواردنا المائية طموحاتنا في تحقيق تنمية مستدامة بزيادة الرقعة الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية وتدبير احتياجات المجتمع من الغذاء وتأمين المستقبل الغذائي للأجيال القادمة. كانت هناك تحركات مستمرة على كافة الأصعدة للخروج من دائرة الفقر المائي وإيجاد حلول غير تقليدية والعمل ليل نهار للحفاظ على الأمن المائي. ومن هنا جاءت تكليفات فخامة الرئيس لدولة رئيس الوزراء بالتحرك العاجل لعمل كل ما في وسع الدولة المصرية لتنمية مواردنا المائية. وأسفرت هذه التحركات عن تحقيق النجاحات الآتية: حماية نهر النيل، حيث تعرض نهر النيل للكثير من التعديات، واتبعت وزارة الري صاحبة المسؤولية الكبرى عن نهر النيل سياسة النفس الطويل في إزالة التعديات التي تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات ومعاقبة المخالفين في صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الري لحظياً 48 ألف منشأة، فضلاً عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظاً على موارد مصر المائية المحدودة بطبيعتها، حيث وضعت الوزارة عظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة في استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها وإحلال وتجديد وأحياناً إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل. ومن المشروعات الهامة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي قناطر أسيوط الجديدة، السد العالي الجديد كما يجب أن تسمى، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه. وهناك أيضاً إنجاز جديد سيضاف إلى سجلات الدولة المصرية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا لإنشاء قناطر بيروت الجديدة بعد تهالك نظيرتها القديمة التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاماً قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة التي تهدف إليها خطط الدولة. ومن ضمن الإنجازات التي تمت في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم أسبوع القاهرة للمياه في عام 2018 وعام 2019، والذي يعد انتصاراً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مصر، وهو تنظيم أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه على غرار كثير من دول العالم. وما زالت الجهود متواصلة وطرق باب الأفكار ليل نهار ليزيد اطمئنان الشعب المصري بكل ما يبذل، ويدرك مع تلك الإنجازات أن لا خوف على مصر وشعبها العظيم، وقائدها لا يسمح لأحد أن يمس نقطة مياه من حقوقها المائية. فتحية إعزاز لقائد وعد فأوفى، وتحيا مصر.